وأول فقراتنا فرح نروح فيها للفقرة التربوية. تعودنا نحن على طول ضمن أسبوعنا يكون عندنا هيك فقرة نقدر من خلالها نجاوب على كثير من الأسئلة والاستفسارات اللي بتخص المعلمين. وهلأ اليوم رح نحكي عن شغلة كثير مهمة، المسابقة المركزية. كثير صار في عليها إشارات استفهام. اليوم من خلال ضيفنا رح نتعرف أكثر على أبرز شروط المسابقة وشو هي بالضبط المسابقة. صار في شوية خلينا نقول إشكالات بفهم الغاية من المسابقة. هدول الأسئلة وغيرهم حيجاوبنا عليها ضمن فقرتنا التربوية الأستاذ ياسر الأحمد، معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وعضو لجنة الإشراف المركزية على إجراءات المسابقة المركزية. صباح الخير أستاذ. أسعد الله صباحكم. صباح أهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك عن جديد أستاذ. واليوم بدنا نحاول قدر الإمكان نجاوب على كثير من أسئلة الناس اللي عم تجينا بشكل مستمر على صفحتنا على الفيسبوك. خلينا نحكي عن تفاصيل المسابقة المركزية، إمتى الامتحان وكيف تم التقديم لها؟ المسابقة المركزية طبعا أنا بس بدي أعطي توطئة بسيطة. تفضل. المسابقة هي الأولى من نوعها على في الجمهورية العربية السورية من حيث النوع ومن حيث الكيف. من حيث النوع يعني هي المسابقة تشمل كافة الجهات العامة لتأمين احتياجات الجهات العامة من يد العامل بمختلف الاختصاصات، زائد من حيث الآليات يعني. أوجدت آليات توظيف جديدة من حيث أنه لضمان وصول الأكفأ والأجدر لشغل الوظيفة العامة. هذا أولاً. ثانياً نحن مثل ما بتعرفوا حضراتكم بـ 17/3 تم انتهاء تقديم الطلبات، وهو طبعاً نتيجة الإقبال الشديد على التقدم لهذه المسابقة. تم تمديدها من بداية 3 إلى 17/3 لمدة أسبوعين. الآن المرحلة القادمة، شو المرحلة القادمة اللي راح نقوم فيها كجهات عامة لحتى نتابع بمسارات المسابقة والاختبار؟ منح القرار عندنا لجان استلام الطلبات. لجان استلام الطلبات حاليا معها 10 أيام من تاريخ 17/3 لحتى تعد جداول اسمية بأسماء المتقدمين للمسابقة والاختبار. نعم. بعدها ترفع بعد 10 أيام بعد واعتماد الجداول ترفع على اللجنة التنظيمية الفرعية في المحافظة اللي هي بتدقق. نعم. تدقيق آخر بهل الوثائق المقدمة للمتقدمين، ثم ترفعها لفرع الجهاز المركزي في المحافظة ليعتمدها. بعد ذلك ترحل الجداول الإسمية لوزارة التنمية الإدارية لتصدر قرار بأسماء المقبولين للاشتراك في المسابقة أو الاختبار بحسب كل محافظة وحسب مراكز العمل. وهذا تقريبا متوقع إذا بنجمع المهل المحطوطة بالقرار، يعني متوقع بإذن الله بحدود 17/4 يصدر هذا القرار إن شاء الله. أستاذ خلينا هيك نوضح فكرة اليوم المسابقة المركزية، الهدف منها. هلأ في ناس راحوا بفكرة أنه اليوم المسابقة هي بهدف التثبيت، يعني أي حدا اليوم بعقد سنوي أو أي شيء تاني اليوم إذا حابين أنه يتثبتوا فالمفروض يروحوا على المسابقة المركزية، مثل ما فهمنا من حضرتك أنه هي لا، بعيدا تماما عن هذا الهدف. خلينا نوضح هاي الفكرة بشكل أكثر. نعم، دائما أنظمة التوظيف أو أنظمة التعيين في كل الدول مو الهدف منها تثبيت عاملين، الهدف منها تأمين اليد العاملة الكفوءة اللي بتحتاجها الجهات العاملة لتسيير المرافق العامة. هذا الهدف، ما في هدف تثبيت. ولكن القانون السوري ضمن للعامل في الدولة سواء كان متعاقد أو عامل دائم أن يشترك في مسابقة أعلن عنها بعد الحصول على موافقة الجهات العامة. إذن الغاية ليست التثبيت، الغاية هي تأمين احتياجات الجهات العامة من يد العاملة الكفوءة وفي مختلف الاختصاص من دكتورة إلى العمل العضلي. هي اختيارية أكيد. تماما. ولكن مثل ما قلت لك هي ليس الغاية هون، الغاية تأمين احتياجات جهات العامة من يد العاملة. نعم. خلينا نغوص شوي بالتفاصيل الشخصية للأشخاص والمواطنين السوريين اللي راسلونا فيها. أحد هي الاستفسارات بتخص تشغيل ذوي الإعاقة، في طلبات منذ أشهر ومن سنة كمان طلبات مقدمة حول طلبات توظيف ذوي الإعاقة، في جديد بخصوصاً أستاذ؟ هو لا جديد والله، بس المشرع السوري بالقانون الأساسي العام في الدولة رسم طريق لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة، وحدد نسبة بالمادة 7 من القانون الأساسي العام في الدولة نسبة 4% من الملاك العددي لكل جهة عامة أنه يحق لنا نشغل فيها ذوي إعاقة. إذن نخلص لأنه المشرع السوري أفرض ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقين للتعيين. الطريق الأول هو الطريق المباشر للتعيين من خلال نسبة
4%، وهنا الشروط واضحة. بده يكون عندي شاغر على 4% من الملاك العددي للجهة العامة، بيكون عندي توفر اعتماد مالي، وبيكون عندي لازم يكون موائمة، يعني هذا الشخص ذوي الإعاقة يوائم أو يتلائم مع الوظيفة اللي جاي ليتوظف فيها. هذا الطريق المباشر، وهذا طبعا لا يحتاج لا مسابقة ولا اختبار، إنما إذا كان في هناك شاغر بيروح ذوي الاحتياجات الخاصة للجهة العامة، بتقدم بطلبه إذا توافرت الشروط الثلاثة اللي حكيت عنها، فيتم تعيينه بالطريق المباشر. في المسابقة، المسابقة أخوتنا ذوي الإعاقة مواطنين سوريين أكيد، فهم على قدم المساواة مع الجميع، فبالتالي بيحق لهم يتقدموا لهذه المسابقة مثلهم مثل أي شخص آخر. وهنا لا سقف للنسب، ما في نسبه، المؤهلات هي اللي بتحدد، المؤهل والجدارة. يعني بمعنى أنه بده يتقدم لهالامتحان التحريري المؤتمت مثلا في إذا فئة أولى، الأعلى علامة هو من سيفوز بالوظيفة، فبالتالي هون لا سقف وحقه مصان، وهذا الطريق الثاني اللي يفوت فيه على الوظيفة العامة. أستاذ، اليوم من خلال تقديم الطلبات أدي عدد المتقدمين اليوم للمسابقة؟ وفي نحن اليوم عنا هيك مثل ما بيقولوا عدد معين نحن اليوم بس حناخده، أو ممكن يكون في زيادة بنسبة الأعداد الناجحة؟ تمام. نحن هلأ لما فكرت الحكومة أنه تطلق هذه المسابقة، أول شيء سبرت احتياجات الجهات العامة، أي كل جهة عامة عنا بسوريا بحدود، إذا بدنا نحسب كمان الوحدات الإدارية وحدات الإدارة المحلية، عنا في حدود 3200 جهة عامة. هذه الجهات العامة قالت أنا أحتاج لواحد اثنين ثلاثة أربعة، والمؤهلات وبطاقات وصف الوظيفي كذا، يعني شروط شغل الوظيفة. بالتالي بعد ما سبرنا الاحتياجات طلع عنا لازم يعني 74,000 فرصة عمل. إذا المطروح حاليا ممتاز، يعني رقم عالي وممتاز. يمكن ما عم بقول لك هي المسابقة هي الأولى من نوعها على، والأعداد كمان كثير كبيرة. تمام تمام. بس هلا إذا بنساوي نسبة وتناسب بنلاقي الأمر جيد. يعني أنا وزارة التنمية أطلقت 74,000 فرصة عمل، المتقدمين حاليا بحدود 209,000، فإذا في منافسة. لذلك عم نحث إخوتنا المتقدمين أنه يطوروا مهاراتهم قد ما فيهم، يعني معهم مجال شهر لحتى يتم الامتحانات التحريرية. بالنسبة لأسماء المقبولين كيف رح تعلنوا عنا؟ نعم. إذا كان في طلبات أو اعتراضات هل تؤخذ بعين الاعتبار؟ نعم. يمكن بداية حديثي قلت أنه شلون المسارات رح تكون مسارات المسابقة لجديد استلام الطلبات، ترفع على لجنة التنظيمية الفرعية، يعتمد من الجهاز، وخلال 30 يوم من انتهاء تقديم الطلبات من 17/3 يجب أن تكون الأسماء والقوائم جاهزة بحسب كل محافظة ومراكز العمل في وزارة التنمية الإدارية. تقوم السيدة وزيرة التنمية الإدارية بإصدار قرار بأسماء المقبولين للتقدم بالمسابقة والاختبار. هون إذا الشخص اللي قدم طلبه لم يجد اسمه، ما لقى اسمه، بحق له خلال 5 أيام من تاريخ إعلان القرار أنه يقدم بطلب اعتراض للجنة التنظيمية الفرعية في المحافظة، مشان ما يجي يعترض بالشام، وهي تبسيط إجراءات كمان، وين قدم الطلبات اعترض هني. فأيضا ملزمة اللجنة التنظيمية الفرعية خلال 3 أيام ترد على الطلب، إذا كان طلبه محق فيدرج بأسماء المقبولين، وإذا كان طلبه غير محق أو اعتراضه ما له محل قانوني يبين له السبب أنه إحنا تم استبعادك لواحد اثنين ثلاثة. طيب أستاذ، معنا حدا عنده سؤال لحضرتك، عم يسألنا على أنه كان في متقدمين بغض النظر على اختلاف التسمة إن كان معاهد أو كليات، تقدموا لبطاقة وصف وظيفي تحتاج تخصص معين ضمن إحدى التخصصات، لكن نظراً لوجود خريجي قدامى وبمسميات قدامى، ما الحل لهذه الحالة وهل سيتم رفضهم؟ طبعاً لجنة الإشراف المركزية قامت بجولة على كافة مراكز استلام الطلبات في المحافظات، وتم حل عدد كبير من المشكلات. بالنسبة للمسميات، المسميات الكليات أو الشهادات تم موائمتها مع مسميات الجديدة، لأن بتعرفي هي وزارة التعليم العالي هي توائم، يعني كان أولي كلية التجارة والاقتصاد اسمها، هلأ صارت كلية الاقتصاد، فهي الموائمات وأمناها، فما في مانع يتقدم فيها. أما إذا كانت بطاقة الوصف الوظيفي تحتاج لاختصاص دقيق، لا يجب أن يراعى هذا الاختصاص الدقيق. بمعنى إذا أنا قلت بدي اقتصاد، الاقتصاد معلومكم شيء 55 اختصاص طبعا، مظبوط. فانا لما بقول الوظيفه اقتصاد بدي قسم محاسبه، لانه الوظيفه تتطلب محاسب. لما بقول بدي انا معتمد مالي بدي كذا بحدد، فانا هون لا بدي راعي هذا الموضوع،
فضرورة أن تتوافر شروط شغل الوظيفة بالشخص المتقدم بشكل كامل نظرا للاحتياجات بالنهاية. تماماً تماماً، لأن متطلبات العمل هيك بدها. ما معقول أنا أجيب مثلاً تسويق بجيبه على معتمد مالي بالاقتصاد، عم بحكي أنا لأنه هو أوسع باب تقريباً. سؤال آخر أستاذ وردنا كمان بالنسبة لموضوع إقرار الذمة المالية، إمت يعني العالم ناطرته كمان، وكيف بتكون الآلية؟ ممكن يشمل كمان القدامة، الموظفين القدامى؟ هلا مشروع قانون اقرار الذمه الماليه بصراحه يعني المنظومه التشريعيه السوريه تفتقر لمثل هذا التشريع. بتقديري الشخصي انه هذا التشريع ضروري لعده اسباب. السبب الاول يعزز الشفافيه، السبب الثاني يعزز النزاهه، السبب الثالث والاهم هو يعزز الثقه بين المواطن والمسؤول. ليش؟ لأنه أنا بده يعرف لما أجي أستلم هذا المنصب أو هاي الوظيفة وين أنا وشلون بدي أكون، ثروتي شو هي، بحطها فوراً مباشرة ببرزها عن طريق الذمة المالية، ببين معي أنا حسب آليات محددة بالمشروع، ببين معي إذا كان صار في كسب غير مشروع أو إلى آخره. هذا الموضوع طبعاً بتعرفوا حضراتكم، بظن من شي سنتين تم عقد ورشة عمل للمختصين من أساتذة القانون، من الحكومة، من مجلس الشعب، من المحامين، فتداولوا الأفكار والآراء بهذا الموضوع ووصلوا لصيغة معينة. حاليا هو قيد الدرس، الموضوع يعني ما أخذ حاليا أبعاده كاملة، قيد الدرس، ولكن أنا من وجهة نظري أنه هذا المشروع يجب أن يضاف للمنظومة التشريعية السورية لأهميته للأسباب اللي ذكرتها. كان في تصريحات شوي مانا كتير قديمة يعني بالأشهر السابقة أنه في اليوم بشهر آذار رح يتم صدور نظام جديد للحوافز، تقريبا نحن بنهاية آذار ما صدر أي قرار، خبرنا عنه أكثر. ما في يعني لا رح نحكي فيها طبعا. أنا هلا هي آلية وبدها يعني لا 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 هي قانون بالنهاية. لا لا هو هذا مو سر، يعني نحن هذا الموضوع صرح فيه السيد رئيس مجلس الوزراء بأكثر من مكان، السيد وزير التنمية، السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، اتحاد نقابات العمال، كلهم صرحوا بهذا الموضوع. ونحن حاليا أنا كمان أنا يعني هناك لجنة برئاسة السيدة وزير التنمية الإدارية وأنا عضو فيها لوضع صك قانوني يتضمن موضوع الحوافز وتعزيز الحوافز لزيادة الإنتاجية ويعني تأمين دخل جيد للعاملين. أهم شيء بهذا الموضوع يعني أنجزت المسودة الأولى للصك القانوني، هذا اتفقنا عليه أستاذة سألتيني، أنجزت المسودة القانونية وحاليا هي في طور الرفع للجهات الأعلى لإقرارها. سيكون هناك في حوافز، طبعا مسودة الصك القانوني أو مشروع الصك القانوني اللي رفع لمقام رئاسة الوزراء ميز بين العلاوي والحافز والمكافأة، فما في عامل إلا رح يعني تشمله يا أما الحافز يا أما المكافأة يا أما العلاوة. وأهم شيء، أهم ما أتى في هذا الصك أو مشروع الصك القانوني أنه ركز على الأنشطة، ما ركز على الأشخاص، ركز على الأنشطة. النشاط، من يقوم بهذا النشاط له حافز هالقد أو له علاوة حسب العمل، حسب حجم العمل، وستكون العلاوة والمكافآت والحوافز مجزية جدا، ممكن بقول أضعاف الراتب أو إلى آخره. ولكن حاليا أنا بهذا الموضوع ما فيني أصرح أكثر من هيك، وإنما هو أنجزت المسودة الأولى وإن شاء الله في طورها للرفع لمقام مجلس الوزراء لإقرارها واستكمال اسباب مسألة صحة. وقت يعني نعم مسألة وقت، لا وانما انجزت المسودة انجزت. نعم نرجع شوي للمسابقة المركزية اللي كثرت الاستفسارات عليها بصراحة استاذ، وفي تصريح القرابة ضمن المسابقة المركزية، شو هي الآلية اللي بتتم تحديد من خلالها فعلا القرابة؟ شو هي المسؤولية في حال ورود قرابة فعلا؟ سؤال بيقول ربما لا تكون القرابة على ما يرام بين بعض الأقارب، كيف تنظر التنمية الإدارية لهي النقطة؟ يعني هلأ الموضوع تنظيم العلاقة الوظيفية بين الأقارب هو موضوع طبعا بدي أنا أكد على نقطة واحدة، لأنه كثير في عالم تضايقت من هذا الموضوع بكل شفافية عم بحكي. لا هو موضوع معمول فيه بكل قوانين العالم، بكل العالم، ما رح تحدد دول. نحن مجلس الوزراء مؤخرا صدر القرار 5 ميم واو اللي عام 2022 اللي نظم فيه العلاقة الوظيفية بين الأقارب وحدد شو هي القرابة وشو درجات القرابة. فبالتالي
هذا الموضوع حاليا نحن ملزمين خلال شهر كموظفين عامين حاليا نحن انه نصرح اذا كان في درجه قرابه بيني وبين الرئيس الاعلى للجهه العامه او بين الرئيس الاداري المباشر او بيني وبين احد من زملائي في نفس الوحده التنظيميه. فبعد التصريح هناك لجنه برئاسه الساده يعني في كل وزاره برئاسه السيد الوزير بينظروا لحتى للحل. الحل دائما هو يعني مثلا النقل او لجهه اخرى نقل مؤقت او الى اخره. هي بس من راي عفوا هون انه ظروف المنقول يعني من احنا ما نحطه بمكان بعيد لا لا او يصير في ظلم معين. لا لا ابدا 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 ما في ابدا، لان هناك حلول بدها تكون كثير مريحه للعامل وبحضور العامل، ما في يعني شيء الزامي او قصري بهذا الموضوع. طبعا اجت وزاره التنميه الاداريه صدرت قرار 81 كمان بناء على قرار مجلس الوزراء الزمت فيه الأخوة اللي بدهم يتقدموا للمسابقة بتقديم تصريح أنه أنا بالوظيفة اللي أنا راغب نافس عليها ما في درجة قرابة بيني وبين الشخص. في حال ما صرح بيبين معنا عند التعيين، فعند التعيين يعالج وضعه يعني ما في أنه هلأ ما صرحت بكرة بيبين معي أنا عند التعيين بده يبين معي، فأنا بطبق عليه آليات العمل المنصوص عليها بالقرار 50 وهو قرار مجلس الوزراء. طيب معلش أستاذ خلينا نحكي شوي أكثر بهي النقطة اليوم، يعني ليش يعني شو الهدف من هاي من هذا الشرط؟ يعني يعني ذكرنا أنه أحيانا بجوز اثنين ممكن يكونوا أخوات ولكن هنن ما كتير علاقتهم كتير منيحة ببعض، واليوم هذا الشرط رح يتطبق على الموظفين القديمين طبعا وغير وزارات قبل المسابقة المركزية؟ لا مو قبل طبعا، قبل المسابقة كثير طبعا. هلا نحن القرار صار نافذ من تاريخ صدوره ب 3/2 قرار مجلس الوزراء. اول شيء شو غاياته؟ غاياته تخفيف المحسوبية قدر المستطاع والابتعاد عن مواضع الشك والريبة بين الموظفين، ويعني ممكن يقول لك ليكو هو واخوه مسيطرين على الوضع، فهذا اول شيء نحن بدنا نقصي المحسوبيات، هذا هدف الهدف الاساسي والاسمى من صدور هذا القرار. ثاني شيء قلت لحضرتك بالبداية انه هلا نحن ملزمين خلال شهر انه نصرح اذا يطبق على كل موظف حاليا قائم على راس عمله. امتى كان معين ما بيهمني، هلا انا معين من كذا سنه، فانا هلا ملزم صرح اذا كان في درجه قرابه بيني وبين احد المذكورين في القرار. ثم في لجنه برئاسه الساده الوزراء كلهم في وزارته تقر ما يلزم لحتى نحن نطبق قرار مجلس الوزراء. يعني هذا الشرط هو معمم طبعا على المسابقه طبعًا المركزيه وما قبل المسابقه المركزيه؟ لا ما قبل هلا بالنسبه لهدول اللي تم تعيينهم عن طريق المسابقات الاخرى قبل طبعا المسابقة طبعا هذا صار معين. عم بقول لك انا موظف، اي موظف حضرتك موظفه هلا بالاخباريه بدك تبلغي اذا في درجه قرابه بنفس الوحده التنظيميه او الرئيس الاداري الاعلى او الرئيس الاداري المباشر تمام اذا كان في درجه قرابه. سؤال كمان عن اجراءات المسابقه المركزيه، قد ايه بتاخذ وقت لاجراءات المسابقه المركزيه؟ في موعد محدد ضمن المده الزمنيه اللي حددتوها ضمن المسابقه؟ سؤال هل سيكون مثلا بالشهر السابع او الثامن؟ البعض دائما عم يتخوف من طول مده الاجراءات، يعني نحن تعودنا دائما نسمع اجراءات روتينيه، اجراءات ضروريه، اجراءات وبتاخذ وقت كثير، فخلينا نطمن العالم من هي الناحيه. بيدك حق وانا بطمنهم. هلا نحن قرار او الاعلان عن المسابقه او قرار مجلس الوزراء 81 اللي نظم المسابقة حدد مهل لكل مسار من مسارات المسابقة. هلأ أنا ذكرت لك على سبيل المثال تقديم الطلبات انتهى ب 17، خلال 10 أيام لجنة استلام الطلبات ترفع للجنة المركز الإشراف الفرعية، لجنة الإشراف الفرعية تدقق وترفع لوزارة التنمية الإدارية. هي الفترة اللي حكيت عنها هي شهر، يعني متوقع بحدود 17/4 يصدر قرار أسماء المقبولين للاشتراك بالمسابقة والاختبار متضمنا. هذا القرار سيتضمن مواعيد الامتحان التحريري سواء الاختبار العملي المؤتمت أو الامتحان التحريري المؤتمت للفئتين الأولى والثانية. فنحن لا شهر 7 ولا شهر 8، اللجان عم تشتغل بشكل دوري يعني وبشكل آني وبشكل لحظي وبشكل مستمر لحتى تنجز هذه المسابقة بالشكل الأمثل. والمتوقع لا نحن بنقول بنهاية 5 أول حزيران ستصدر أسماء. هذا شيء كثير مبشر يعني بالشهر الخامس بنهاية الخامس بداية حزيران بإذن الله سيصدر قرار السيدة وزيرة التنمية الإدارية المتضمن أسماء المقبولين للتعيين والتعاقد لدى الجهات العامة، وخلال شهر 6 يفترض أنه نصدر كل الصكوك وتكون العالم مباشرة إن شاء الله. بالسؤال الأخير، نحن متعودين بكل مسابقة بيتم طرح نماذج أو الأشياء المطلوبة من كل حدا متقدم أنه اليوم يطلع عليها، إن كان أسئلة ثقافية، قانون عاملين،
أو حسب الاختصاصات. اليوم شو المطلوب بالمسابقة المركزية؟ هلا هون هذا السؤال كثير عم نسأله. نماذج ما في نماذج، ولكن نحن الإعلان عن المسابقة بالقرار 7 قرار سيدي وزير التنمية الإدارية حدد المهارات المطلوب انه اختبروا فيها. هلا انا ما عاد عندي مثل اولي والله تعال واحد زائد واحد يساوي اثنين، صار بدي اختبر القابليه الوظيفيه له، بدي اختبر مهاراته للشخص. اما فيما يتعلق بتدريبه على الوظيفه لاحق بيجي بمرحله لاحقه، هلا انا بس بدي اختبر قابليته الوظيفيه. تمام. مهاراته الشخصيه، مهاراته الاداريه، مهاراته المعلوماتيه، ومن ضمن كل مهاره هناك عده محاور. فبالتالي انا بنصح اخوتي المتقدمين للمسابقه والاختبار يرجعوا على قرار الاعلان عن المسابقه المتضمن المهارات المطلوبه والمحاور المطلوبه لكل مهاره، وبالتالي هو هون بنمي مهاراته بالطريقه اللي بيرتقيها. وانا بقول لا نماذج ولا كتب ولا كراسات، لانه في عالم صارت تتاجر بهذا الموضوع، لا حرام ما في من هذا الشيء نهائيا. نعم استاذ، يعني اسئله كثيره واستفسارات، حاولنا قدر الامكان ناخذ اغلب هاي الاستفسارات وبنتابع اكيد بحلقات قادمه. كل الشكر لحضرتك ولكل الجهود يلي عم بتقدمها. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا استاذ لحضورك معنا اليوم، بنتمنى لكم كل الخير بالخطوه الجديده. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا الله.